ستسعى الجزائر مع أقرانها خلال توليها الرئاسة الدورية بأقصى قدر من روح المسؤولية والتضحية والالتزام حتى تتمكن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من المساهمة بشكل فعال في العمل القاري الإفريقي الذي بدأه الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية اتحاد الإفريقي حاليا من أجل تحقيق السلم والسلام والاستقرار والازدهار واستكمال مسار إنهاء الاستعمار في ربوع قارتنا الإفريقية الغالية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.